قال وزير الخارجية سامح شكري إنه بحث مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح وزير الخارجية أن الرئيس الفرنسي أبدى استعداده لمعاونة مصر على التصدي للإرهاب ورغبته في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين. كان شكري قد وصل باريس قادما من العاصمة الألمانية برلين في إطار جولته الأوروبية الأولى منذ توليه مهام منصبه والتي سيختتمها بزيارة لإيطاليا.